نعرف عن الحسكة إنها مدينة موجودة بالشمال الشرقي من سوريا وبتتبع لمحافظة الحسكة السورية، بس شو منعرف عنها أكتر من هيك؟ وشو منعرف عن تاريخ الطويل؟ الحسكة يلي منعرفها اليوم انبنت فوق مدينة قديمة كتير أثبتت الدراسات وجودها تحت تراب المدينة الحالية، وبيرجع تاريخ المدينة القديمة للعهد السوباري والسومري والأكادي الكلداني البابلي الأشوري والآرامي، وكان اسمها نهرين، وتسمت بهذا الاسم بسبب التقاء نهر الخابور بنهر جقجق، وكان هالشي بعهد الملك كيش مسيليم، وكانت تقع تحت الثكنة العسكرية يلي بنيت بعهد السلطان عبد الحميد سنة 1907 ميلادي. أما هيكل الإله شمشو أو الشمش يقع تحت بناء كنيسة الكلدان الحالية، وهي مبنية من حجارة بيضة بتميل للصفرة، وأما قصر الملك مسيليم فبيقع تحت بناء كنيسة السريان الكاثوليك شمال كراج النجمة للسفريات حالياً. تاريخ المدينة المعاصر بلش بنهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكانت المدينة بوقتها عبارة عن موقع وثكنة عثمانية تم إنشاءها بالمنطقة بسبب أهميتها الاستراتيجية سنة 1907 بعهد السلطان عبد الحميد الثاني. وبعد سنة اجت مجموعة من السريان الأرثوذكس يلي بيحكوا اللغة العربية وسكنوا قريب من مركز الجيش التركي، وكانوا حوالي 7 بيوت، وصاروا يزيدوا شوي شوي، وكبرت مدينة الحسكة بزيادة الناس يلي سكنوها، وخاصة أيام السفر برلك لحتى صارت مدينة كاملة بكل مقوماتها. من أشهر معالم المدينة كاتدرائية القديس مار جورجوس التابعة لطائفة السريان الأرثوذكس يلي انبنت سنة 1956 واللي موجودة بقلب المدينة ببناء الفخم. ومن معالم المدينة كمان المسجد الكبير، مسجد الصحابي معاذ بن جبل، والمسجد معروف بمئذنته العالية يلي بيبلغ طولها 36 متر. وكمان من معالم دار الحكومة السرايا وثكنة عقبة بن نافع وبناء كنيسة الكلدان الكاثوليك يلي تعتبر من أجمل كنائس المدينة. أما أسواق الحسكة فبتنقسم لأسواق قديمة أبرزها سوق المأمون القديم يلي هو أول سوق تجاري بالمدينة وتأسس بالأربعينيات، وسوق الصاغة وسوق الهال، وأسواق حديثة بتمتد بالشوارع الرئيسية مثل شارع فلسطين بوسط المدينة. وأهم أحياء الحسكة السكنية هو الحي القديم المحدث والمبني بأحدث الأبنية المكسية بالحجر الحلبي المميز، وفي بناء العرسة أو السوق القديم يلي انبنى بالعهد الفرنسي وانهدم وانبنى مكانه مصرف التسليف الشعبي. وعند المدخل الجنوبي للمدينة في المدينة الرياضية الجديدة يلي بتتميز بأكبر ملعب كرة قدم بالمحافظة واللي بيوسع أكثر من 20,000 متفرج. هاي كانت أهم الملامح التاريخية لمدينة الحسكة. إذا كنتوا مريتوا بهالمعالم حكولنا أكثر عنها، وإذا بتعرفوا معلومات ما حكيناها شاركونا ياها.